لإبراز المؤهلات السياحية التي تعرفها الجزائر، وبمناسبة اليوم الوطني للسياحة تم تكريم أحسن الأعمال الصحفية المشاركة في مسابقة الإعلام السياحي، مبادرة تهدف لرفع مستوى جاذبية وتنافسية الوجهة الجزائرية من خلال الترويج للمقدرات الهائلة التي تسخر بها في المجال. يعتبر الإعلام عاملا مهما وأحيانا حاسما ومؤثرا في الترويج للوجهات السياحية التي تحتويها الدولة، سواء كان طبيعية أو أثرية أو تاريخية أو أي عنصر من عناصر الجذب السياحي، وذلك باستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة وتوظيف كل أشكال الكتابة وفنون التحرير من مقالات وروبورتاجات وتحقيقات وأفلام وومضات إعلانية وزيارات استقطاب وغيرها. عدد معتبر من المشاريع السياحية انطلق إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن بهدف المساهمة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، مشاريع من شأنها توفير أسرة إضافية ومناصب عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الوجهة المحلية وتنشيط الاستثمارات في هذا المجال. يسجل توافد، يعني في السنة الماضية توافد حوالي 3.3 مليون سائح، منهم 2.2 مليون سائح أجنبي. كما نسجل انطلاق في الإنجاز ل 800 مشروع سياحي يمكنه توفير حوالي 90,000 سرير جديد، وإضافة إلى حيازة القطاع على مقومات طبيعية وحافظة عقارية قابلة لتعزيز الوجهة الجزائرية واحتضان الاستثمارات في المجال السياحي. بنى تحتية هامة تعمل الجزائر على تجسيدها إلى جانب المقومات الطبيعية التي تسخر بها، والتي من شأنها أن تجعل منها وجهة سياحية بامتياز، في وقت تواصل السلطات جهودها لتحسين جودة الخدمات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة لاستقطاب أكبر عدد من السياح.